جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية مطولة بعث بها أحد الإخوة المستمعين ورمز إلى اسمه بالحروف ميم سين سين من الرياض، يقول: كنت أقرأ في فتاوى الطلاق فأخذت أمثل له وأنطق به كأني أخاطب زوجتي، ولم يدر في فكري أن أطلق زوجتي، فدخل علي الشيطان وأخذ يوسوس بأني ما دمت نطقت بالطلاق فقد طلقت مني زوجتي، فأخذت الشكوك والوساوس تدور في رأسي حتى ضقت بها ذرعا واشتد علي الأمر، حتى نويت تلك الليلة أن أقطع الشك باليقين وأطلق زوجتي طلقة واحدة، على أن تكون طلقة واحدة ثم أراجعها بعد ذلك، فنويت ذلك وأرجح ترجيحا قويا أني نطقت بذلك، علما بأن زوجتي لا تعلم عن هذا الأمر أي شيء وأنا أحبها. وسؤالي: إن كنت كررت لفظ الطلاق للتأكيد لإنجال يكون مؤكدا، فهل تقع الطلقة وهل تكون طلقة واحدة؟ ثم أسألكم عن ظني ذلكم الذي ظنيته، كيف يكون الحكم بالنسبة له؟ جزاكم الله خيرا. أولا، حكاية الطلاق لا أثر لها، فإذا كنت تدرس الطلاب أو تبين للحاضرين أحكام الطلاق وتحكي ألفاظ الطلاق فهذا لا أثر له، وما أصابك مما ذكرت أنا من وسواس الشيطان، كان الواجب عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان. وأما ما قصدته من تطليق زوجتك طلقة واحدة وتلفظت به، فإنها تطلق بذلك، لأن هذا طلاق أوقعته قاصدا له فيقع على زوجتك، وتكراره من أجل التأكيد لا يزيده عن واحدة. إذا كنت كررتها وتريد التأكيد فإنه لا يزيده عن واحدة، لك مراجعتها إن لم يكن سبق هذه الطلقة ما يكملها ثلاثا، فلك أن تراجعها ما دامت في العدة، وعليك ألا تتعامل مع الوساوس ومع الأفكار التي تشوش عليك في هذا الأمر وفي غيره، وأن تستعيذ بالله من الشيطان. نعم.